and to continue to carry the banner of Islam to the coming generations. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله يوصيكم إياه بتقوى الله العظيم وطاعته ونهاكم وحذركم من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه. لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واعلموا أنه تعالى صلى على نبيه قديما، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن القرابة والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فإنك به عليم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا ولا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا غائبا إلا بالسلامة رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا للمسلمين إلا أخذته وقصمته، ولا أسيرا لهم إلا فككت أسره برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وسألوه من فضله يعطكم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.